تعالوا بقى معانا لقطة حلوة كنا أخدناها قبل بداية اللقاء. ميدو سما وهو بيحتفل مع والدته في ملعب ميت عوبة لما أحرز هدف. النهاردة معانا والدة ميدو سما بعد تتويج الأهلي ببطولة الجمهورية مع زميلنا فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق، قول لها ألف مبروك. طبعا بجد التحيه بيك يا كابتن اسامه والكابتن محمد حشيش والدكتور احمد دثابت. دايما بتبقى هي جيشك، هي امانك، هي سندك، هي اكتر انسانه في الدنيا بتبذل مجهود، عايزه بتتمنى ان هي تشوفك احسن منها واحسن انسان في الدنيا. الام اللي دورها كبير جدا، طبعا كلنا لامسين هذا الامر يا كابتن اسامه، ودور يعني اولياء الامور في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وليس في النادي الاهلي بس، ولكن الام بصفه عامه ليها دور كبير جدا. هي اللي بتدي لك القوه، هي اللي بتبقى معاك في اغلب الظروف وفي كل الاوقات. الاستاذه إيهام علي والدة تميد أسامة صورة قلبت الدنيا. دايما بنقول الأم هي أكتر إنسانة في الدنيا، عايزة تشوفك أحسن إنسان في الدنيا، أحسن منها. أعتقد الصورة بالكلام بتغني عن أي كلام. الصوره دي كانت هديه بالنسبه لي، يعني احلى هديه جات لي بصراحه السنه دي، لانها كانت مع ميدو وبعد وقت كتير قوي مر بيه، والحمد لله بعد كده حقق نجاحات وربنا رضاه. والصوره فعلا كانت حقيقيه، لاني انا كنت ساعتها بقول له ربنا رضاك، يعني انت مبسوط وانا مبسوطه لك جدا وربنا رضاك. فالحمد لله بشكركم جدا على الصوره دي اول حاجه، لان هي فعلا جات لي مفاجاه وتعتبر هديه. وانا بعبر عن كل ام، كلهم بره بيبقوا منتظرين اولادهم ومنتظرين كل واحد يأدي حلو وربنا يسترها معاه على سلامته. فدي حاجه يعني انا حاسه كاني انا كل ام موجوده وكل ام بتشجع ابنها وبتيجي وراه. كابتن حشيش بيقول لك حلو اللون الاحمر بتاع النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن حشيش، ميرسي لحضرتك كتير. بنشجع اولادنا طبعا، فلازم نلبس اللون الاحمر، وبنشجع الاهلي وبنحب النادي الاهلي جدا الحمد لله. ناس كتير بتبص للصوره في المشهد الاخير، لكن ما بتعرفش التعب اللي على مدار السنين، نظام في البيت ودروس ومدارس، اعتقد بتبقى امور صعبه جدا. طبعا اكيد هو المشوار كله بيبقى صعب، بس لما بتمشي ورا ابنك وتحس ان هو عنده هدف وبيمشي وراه وبيحققه، وكل ما يحقق حاجه يعمل هدف تاني ويكمل وراه، انت بتبقى في ظهره على طول مهما نعمل. بنحاول ننظم له مواعيده ودراسته واكله وشربه ونومه وخروجاته حتى كل حاجه، وهو بيساعدنا ان هو بيحقق احلامه دي واحلامنا فيه. فالف حمد وشكر يا رب. ميدو بقى هادي في البيت ولا انا ميدو يعني بنشوفه في الملعب هادي؟ ميدو هادي ومتزن وبيضحك ويهزر ساعات كتير، ويعني الحمد لله شخصيه متوازنه. فالحمد لله هو هادي وعاقل، دي اكتر حاجه انا بحبها فيه وصاحبي. نفسك تشوفيه زي مين؟ يعني بتحلمي تشوفيه زي مين؟ اعتقد يعني انك بتلبس قميص النادي الاهلي دي مسؤوليه كبيره جدا. والله صعب تقول زي مين، انا نفسي اشوفه احسن حاجه في الدنيا كلها، ونفسي اشوفه اقول زي ابو تريكه، زي محمد صلاح، زي ما هو يحب يكون، انا هفضل وراه. دموع والدتك كانت غاليه جدا يا ميدو، اعتقد ان الدموع دي يعني هي دموع كل ام، ودايما بنقول ان الام هي جيشك وهي سندك وهي اغلى حد عندك واغلى حد عندنا طبعا كلنا امهاتنا. يعني في الاول طبعا برحب بالكباتن كلها في الاستوديو، كابتن اسامه حسني طبعا ولهم. يعني طبعا الصوره مش محتاجه اي كلام، طبعا زي ما الناس شافت هي الصوره بتعبر لوحدها عن مدى الحب طبعا من الام لابنها، وازاي هي بتبقى فرحانه له في اي وقت في اي مكان هو موجود فيه. يعني طبعا بشكرها، مش بشكرها على دلوقتي ولا على وقت الصوره ولا اللي احنا دلوقتي فيه، لا ده على مدار سنين كتير جدا، يعني هي تعبت وقفت ورايا طبعا. فيعني عايز اشكرها من خلالكم قدام الناس كلها، ولا انا بحبها جدا يعني. شكرا يا ميدو، بنتمنى لك التوفيق، بنشكر حضرتك، ودايما نحتفل والدموع تكتر في البطولات باذن الله. يا رب باذن الله. ميرسي لحضرتك كتير قوي، شكرا ليكم جدا جدا، والف مبروك الف مبروك. كابتن اسامه الام وقيمتها، الام وهي الجيش والسند، اعتقد هي بتمثل كل ام في المنظومه الرياضيه. طبعا هنروح بقى، انت عارف حفل التتويج يا كابتن اسامه، ومن جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني. بنشكرك شكرا جزيلا يا فاروق. اكيد يعني اولياء الامور وخاصه دور الام ليها دور مهم جدا، يعني بيبقى يعني هي السند وهي صاحبه النجاح الكبير.